7/2011 من شهر ناصر على تمام الساعة 7:45 مساء سنقوم بجولة داخل منطقة البريغا حتى لنري المشاهد الكريم والعالم أجمع أن ما تروجه القنوات المغرضة والعميلة التي تدعي أن منطقة البريغا سقطت في أيدي العصابات المسلحة أنها كاذبة بتاويل أخبارها. سوف نقوم بجولة داخل منطقة البريغا وسنوريكم على حقيقة منطقة البريغا من خلال عدسة قناة الجماهيرية العظمى. فإلى هناك، ها هي الصورة الحقيقية من قناة الصدق والحقيقة، كل جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، وليس كما يدعون في أخبارهم العاجلة والكاذبة. كل الليبيين يعرفون سواء شرقا أو غربا يعرفون معالم منطقة البريغا جيدا، وعندما تتوجه الكاميرا سوف تعرفون إنها البريغا فعلا، فهي صامدة مثل أهلها الصامدون. فها هو ميناء منطقة البريغا أمامكم، وها هي مصفات خزازين مصفات النفط أمامكم. فنرد على كل من تسول له نفسه وعلى كل هذه القنوات الحقيرة والعميلة، ونقول لهم ها هي الصورة من عين المكان. يا ريت أخي 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 عمر، يا ريت تزيد لك قدام شوي بالكاميرا حتى نطلع المشاهد الكريم على 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 ميناء منطقة البريغا وعلى مصفاة منطقة البريغا من الجانب الناحية الثانية. أخي عمر، اليوم الأربعاء بإذن الله، يا ريت تحكي لنا على وضع البريغا. والله البريغا كيف ما تشوفها وضعها آمن و100% والناس مستمرة في أعمالها والمحلات مفتوحة والأمور تمام والعيادة تشتغل والسكان يتردوا على العيادة باستمرار، وموجودين أطباء داخل وتمريض وجهاز خدمات إسعاف، والأمور 100% إن شاء الله. مشاهدين الكرام، لا زالت عدسة قناة الجماهيرية تتجول بكم داخل منطقة البريغا. منطقة البريغا آمنة جدا. اليوم الأربعاء 20/7/2011 الساعة 8 مساء تماما، ها هي منطقة البريغا أمامكم، وها هي الصورة، ننقل لكم الصورة من عين المكان. اليوم الأربعاء 20/7/2011 فهذه القنوات الكاذبة تزور وتلفق الحقائق، فنقول لها هذه هي البريغا مساء الأربعاء 20/7/2011. لازلنا نتجول من داخل منطقة البريغا، نلتقي بالأخ الاسم بالله هيثم أحمد محمد الجدي. يا أخوي هيثم، كم التاريخ اليوم؟ تاريخ 20/7/2011. الساعة كم؟ الساعة 8:05 إن شاء الله. باهي، بنسألوك شنو وضع منطقة البريغا هنا؟ هل الكلام اللي نسمعه فيها في القنوات المغرضة مثل الحقيرة والعربية وهذه القنوات المغرضة العميلة ان تم السيطره على منطقه البريغا بالكامل من قبل العصابات المسلحه، والله ما فيش كلام هذا؟ ما فيش كلام، كلها قنوات كذابه وما فيش الكلام هذا كله. بكره نحن في منطقه البريغا والتاريخ 20/7/2011 وما في شيء، كله كلام كذب. وكل شكرا اخي. منطقه البريغا احنا ان شاء الله. شكرا اخي، شكرا.